وقوله تعالى واللاتي تخافن نشوزهن واللاتي مصدر لان قواعد مخوفه من القران وان قواعد وضعها اسود الجبل وبالتالي فاللاتي الى جانب اللاتي واللواتي فقط من اجل الاسلام هو اسم موصول المبهم يدل على جمع المؤنث وهو صحيح. اشتعل وتوصل إليها صوت صاحب الكتاب
أو صاحب المداخلة أو صاحب المقالة، وممكن أن لا تكتفي بهذا المجهول، ستضاعف مجهول أكبر، ستلجأ إلى المحكمة، ستنزل إلى الميدان، ستدخل إلى المحكمة، ستطلب من كتابة الضابط أين هو الأرشيف لكي تصل إلى الحرف ويكون لك السبق في الوصول إليها. هذا يعتبر غير مشروع. تصور كان فاضل الدكتور ديسباك مشجع على الوصول إلى الأحكام غير المنشورة لكي يغرس فينا روح البحث. الحاجة اللي كتوصل هذا المجهول الكبير كتقدرها، الحاجة اللي كتكون جاهزة صدقوني لن تقدرها. لذلك يعني كنا فعلا نلجأ، ولكن قبل أن ترجع إلى المحكمة تشتغل. أنا اللي جاي نطلب على حقوق، نحصل على حقوق اليوم، نحصل على وثيقة، على ترخيص من قبل من؟ من الجامعة، المؤسسة التي تنتمي إليها، من يوقع عليها؟ السيدة العميدة. وبذلك لكي تلجأ إلى المحكمة وتطلب من كتابة الضبط سيحيلك على الجهة المكلفة بمنحك هذا الحكم أو القرار القضائي. طيب، ها أنت قد وصلت إلى هذا الحكم غير المنشور، أو أنك قد وصلت إلى الحكم المنشور في مختلف المراجع. يجب أن نفهم كيف ستحيل على بياناته في الهامش. لا أريد أن أكرر هذا الكتاب، نشرته لأجلكم، كنت سأطلبه لأجلي بصراحة، على مستوى درجة التعليم العام التي تعتبر أعلى درجة عندي، لأنني درست في السنوات الأولى مادة المنهجية مدة 5 سنوات، كانت انطلاقتي للمنهجية، درستها بإجازة كليات في كلية ممتازة تخصص برشيد، ودرستها على مستوى ماستر قانون العقود والعقار، ودرستها عفوا على مستوى ماستر دراسات الدستورية والسياسية، ودرستها على مستوى دراسات عليا معمقة في قانون العقود والعقار، ولكن قلت أن الأوان أن أنشر هذا الكتاب سيكون كالأبصلة التي تقي يعني تسمح لطلبتي بالرجوع إليه حينما يتعثر عليهم كيفية التعامل مع بحث قانوني دون شهادة الإجابة. رجوع الصفحة 171 بالتحديد، ستجدون فيها كيف نحيل على قرار أو حكم قضائي بالتحديد. إذا رجعت إلى هذه الصفحة 171 ستجدون كيف نحيل في الهامش على بيانات هذا القرار. ألقي بحضراتكم على سبيل المثال، اسمحوا لي بعد أذنكم، رقم الهامش، اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار، رقم الحكم أو القرار، تاريخ صدور الحكم أو القرار، رقم الملف، نوع الملف بمعنى هل هو عقاري أو جنائي أو مدني، ثم بعد ذلك ذكر جميع البيانات الخاصة بالمرجع الذي أخذ منه القرار أو الحكم. ستسألني تقول لي أستاذة كيف أشحن على بيانات ذلك المرجع؟ إذا أخذته من كتاب ستجد في الكتاب كيف تحيل على بيانات الكتاب، إذا أخذته من أشغال الندوة ستجد في الكتاب كيف تحيل في الهامش على بيانات هذه المداخلة، إذا أخذته من مقالة ستجد في الكتاب كيف تحيل على بيانات هذه المقالة في الهامش. إذا تحيل على بيانات القرار القضائي وتحيل على المرجع التي أخذ منه القرار القضائي، ولكن إذا أخذته من أرشيف المحكمة وكان لك السبب ستكتفي بهذه البيانات التي تخصه وبجانبها تكتب غير منشور. وأنا اللي كنت كان مصدرهم غير منشور كنت كنديرو غا بين كل مسلم كنشوف أنا غا غير منشور غير منشور. دابا فهمنا كيف نحصل على هذا المرجع الذي هو حكم أو قرار قضائي، كيف نحصل عليه؟ أنا قد حصلت على هذا الحكم وبين يدي أحكام قضائية، ها هو نموذج من نماذج الأحكام والقرارات القضائية، ها هو بين يدي هذا الحكم. يجب أن أوضح لحضراتكم ما هي عناصر هذا الحكم لكي قبل أن أعلق على الشيء يجب أن أفهم هذا الشيء، يجب أن أفهم هذه الوثيقة. هذه الوثيقة تتكون من 3 عناصر فرعية، هناك عنصر الوقائع، وهناك عنصر الأسباب، وهناك عنصر المنطوق، ويعني 3 عناصر ستجدونها في أي
أمارة المؤمنين، وأن صاحب الجلالة هو أحد حمى الملة والدين، وهو القاضي الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حكمه الملك، يعني نجد بكونه أنه كان أميرا للمؤمنين، هو الحاكم يفسد في القضايا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، هو الحاكم يفسد في القضايا. لذلك تجد نحن لدينا خصوصيات في بلادنا ويجب أن نعتز بها، ولكن بعد تأهيلات التي جاء بها دستور 2011 أضيفت عبارة طبقا للقانون، بمعنى أن القانون فوق كل شيء، فوق العبد الغني والفقير، فوق صاحب السلطة وصاحب الذي ليس لديه سلطة، فوق الأسود والأبيض، فوق العجمي والعربي والمواطن وغير المواطن. هذا هو يعني بمفهوم بسيط جدا طبقا للقانون. بعد ذلك ستجدون بيانات دستور الحكم. أقول لكم ترى الفصل 50 بالتحديد من قانون المصدرة المدنية وضح لنا بكون أن هذه العبارة باسم جلالته الملك وضيفا للقانون يجب أن تكون، ووضح لنا بأن تاريخ الحكم يجب أن يتم الإشارة إليه. نص الفصل 50 قانون المصدرة المدنية، هذا الفصل 50 راه من الأبطال ديال هذا القانون المصدرة المدنية اللي غادي نرجعوا ليه. التالي
الأليف الأسباب الأسباب يعني الأسباب التي اعتمد عليها القاضي في بناء حكمه الأسباب التي اعتمد عليها القاضي في بناء حكمه إذا هو واحد بصدر لماذا الأستاذ الجامعي اعتبرها القاضي بصدر؟ يعني خصينا غير السبب لأنه مثلا أنه لم يجيب مثلا يعني أن عنصر التعليل فيها الأسباب فيها التعليل فيها الحيثيات علاش كتشوفوا لك حيث وحيث 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 أن الطالب لم يحضر للامتحان وحيث أن الطالب لم يسبق له أن كان مواظبا على محاضراته وحيث أن الطالب لم يكن خارقا وحيث أن يأتي عنصر المنطوق كيف سيكون المنطوق؟ عنصر المنطوق هو آخر عنصر الرابع هو العنصر الثالث عنصر المنطق يعني النطق بالحكم يعتبر ثالث عنصر ولكنه أهم عنصر لماذا هو أهم عنصر؟ لأنه يتضمن الحل حل النزاع وفعلا بناء على عنصر الواقع عنصر الحيثيات جاء هذا العنصر ولكن يعتبر عنصر مهم هو عنصر مهم جدا لأنه يتضمن الحل ولكن هذا المنطق يجب أن لا يتناقض مع الأسباب واضح لكم وحيث أن الطالب كان جدا نقولش الطالب حيث أن الطالب كان يحضر المحاضرات ولا يزال بذلك وحيث أن الطالب يحضر كذلك للأنشطة العلمية من ندوات على سبيل المثال هذه الندوة المتعلقة بمناهج وتقنيات البحث العلمي في العلوم القانونية وحيث أن الطالب كانت إجاباته ممتازة في الامتحانات المنطوق وحيث من المنطوق صدرت المحكمة صدر الأستاذ حكمه بنجاح الطالب أو برسوبه بنجاح إذا قلنا برسوب ماذا سيحدث؟ هناك تناقض بين المنطق والتعليل هناك تناقض أنا فعلا درست الحكم القضائي مع احتراماتي للأستاذ القضاء ولكن إنسان إنسان يظل إنسان قرأت من خلال الحديد ما يدل بكون أن المحكمة مع صحة التعرض على مطلب التحقيق وعطيتكم مادة التحقيق على الرسم فإذا ما كانش أب أجل نفسي مجرورة المادة التحقيق أقرأ بأن مع صحة التحقيق مع صحة التعرض المنطق بعدم صحة التعرض أنا راسي غادي يتحرك هي بصراحة بديت العب في راسي لأنني دائما على طول كنقول العب في راسكم تطور تلعب غيرك لا تتطور ولكن ديك العب في راسي في حق الراس ولكن هذا ما كان لي من معرفة الخطأ الشكلي وتصحيح الخطأ مادي في بيته تصحيحه ومكنني من أمور أخرى على مستوى الساحة القانونية وعلى مستوى الساحة هذه الكلمة مستقبلتي بالنسبة لعناصر الحكم ولكن بالنسبة لهذه العناصر الآن كيف نقدمكم؟ واحدة الزبدة خفيفة هكا مازال غادي نشطها على مستوى مادة القانون تفاصيل ومنطق الحكم تفاصيل يعني لأنني يجب أن أحترم الوقت حتى لا يوقفني السيد الرئيس طيب فيما يخص عشر دقائق يعني بالنسبة للمسألة لما نخص ما أقول المحاضرة الطبيعة هذا هو الاحترام لكي ترجعوا إليها التعليق على القرار أو الحكم القضائي اسمعوني طلبتي كيف أتعلق على القرار أو الحكم القضائي أقول لحضراتكم بأن الأمر يتعلق بمراحل معينة تتبعوا معنا حينما نعرف هذه العناصر سنتمكن من التعليق أول نقطة في التعليق القراءة ثاني نقطة في التعليق وضع خطة التصميم ثالث نقطة في التعليق كتابة المقدمة كتابة العرض كتابة الخاتمة بالنسبة على مستوى أول نقطة أريد أن أوضح لحضراتكم القراءة هناك القراءة الأولى القراءة الأولية القراءة الأولية تمكنني من المحكمة التي أصدرت الحكم حدنا يعني المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يمكنني من معرفة تاريخ صدور الحكم 13/2016 يمكنني من معرفة عدد الملف عدد الملف بمعنى ذلك إذا كنت نجم التاريخ التي تقرأ به في المحكمة يعني مش التاريخ التي رفعت بها الدعوة يعني عدد الملف وتاريخ وعدد الحكم وتاريخ صدور هذا الحكم يعني هذه القراءة الأولى وثاني واحدة القراءة الأولية تمكنني شوية الوقائع والتعليل والمنطوق ولكن إذا كنت تعتني بالقراءة الأولية وليست لك صبا
تصدره، ليس لديك صفر لا تتمكن من التعليق. يجب عليك أن تصل إلى أن تنتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة القراءة المركزة، مرة، مرتين، ثلاث مرات، بحسب نوعية القضية. في واحد من القضايا فيها شائكة، حمد تحمد عقارب، عيت ما أقولكم بلي هذا الموضوع شائكة وإن أحببتم. المادة الشرعية التي تتصرف فيها المادة مهمة جدا، أنا أكلمكم على الأستاذة أسير الماضي، المادة الجنائية أكلمكم على الأستاذ هشام بريد، المادة الإدارية أكلمكم على الأستاذ الغلاي. يعني هذه مواد قد تجد، هذه المواد اللي أحدها قد تجد فيها قضايا شائكة، تتطلب منك أكثر من قراءة، قراءة مركزة، واضح؟ وكذلك الأستاذ الوالد. في المادة البداية مع شهر هذا شهر شهر مرة. طيب فيما يخص أقول لحضراتكم بعد هذه القراءة المركزة ستتمكن بطبيعة الحال من الوصول إلى كتابة مقدمة، ولكن طلبة ديالي ملي كتكونوا تقراوا القراءة المركزة تكون مسودة حداكم أشنو كتكتبوا بها؟ نوع المحكمة التي أصدرت الحكم، درجة المحكمة التي أصدرت الحكم، المادة التي تنصب فيها الحكم، عندي في المادة التي يكتبها، في المادة الشرعية، نحدد الموضوع ديال الحكم، بحال موضوع مثلا التقييد على الرسم العقاري، موضوع التعرض على مرض التحفيظ، الموضوع المسؤولية الاجتماعية مثلا في التوتر، الموضوع حددها، واضح؟ ثم بعد ذلك المسودة تسجل الوقائع، الوقائع كنسجل الوقائع اللي هي كنسجل هذيك الأحداث بتركيز واضح؟ التي قدمها كل من المدعي والمدعى عليه. المستندات اكتبها في المسودة، اكتبها في المسودة، واكتب كذلك الحجج القانونية التي سندوا اليها، ولا انسى كذلك ان اسجل علل السادة القضاة، القاعدة القانونية التي طبقها السادة القضاة، واضح؟ وهنا تبدأ عملية الخطة، تقسمون الى فصلين او الى مرحلتين. في الفصل الاول ماذا تبدأ؟ في الفصل الأول كما أشارت الأستاذة زميلتي الدكتورة أسير بما يخص تعليق على نص القانون، الفصل الأول الجزء الشق الأول من التعليق تتركه فقط لعرض عناصر الأحكام والقرارات القضائية، الأستاذة أشتري ربط ذلك لأنه وقع في نص القانون، يعني في الفصل الأول فقط عرض العناصر، في الفصل الثاني مناقشة هذه العناصر، سأطرح سؤالاً لعل يحدث لي تكرار. لن يحدث لك التكرار، صدقني، ستلتزم بالأمانة العلمية أكثر، ستكون أمينا في نقل الوقائع وفي نقل إلى السادة القضاة وفي نقل القاعدة القانونية التي استندوا إليها، وبالتالي على مستوى هذا الفصل الأول ستقوم بعملية عرض، إذا على أي منهج ستعتمد أحيلكم على مداخلة زميلتي الدكتورة حنان نور. المنهج الوصفي ستصل فقط، ابتعدوا عن المنهج الجبلي على مستوى الشق الأول، ابتعدوا عن المنهج الجبلي، لا يحق لك أن تناقش، كتعمل حيال، كتقول لا، أنا أستحضر الوقائع والحيثيات وبشكل وبطريقة بطبيعة الحال تكون فيها إسهال أكثر على المقدمة، يعني المقدمة تذكر الوقائع، ولكن على مستوى العرض يجب أن تفصل ولكن دون حشو دون إطناب. بعد ذلك طلبتي حينما تنهي هذا الجزء المتعلق بالفصل الأول ننتقل إلى الفصل الثاني المناقشة، تناقش تبدي رأيك ولكن تبدي رأيك من حيث العلة التي استند إليها القضاة، تبدي رأيك في إطار ما يسمى بالتكييف القانوني، ما رأيك في التكييف القانوني الذي اعتمدته المحكمة؟ ممكن أن تستخدم العبارات المحكمة وافقت الصواب، المحكمة جانبت الصواب، الطلبة أكون كتعلمكم إلى حكم قرار قضائي صادر عن سلطة قضائية، الاحترام جمل الاحترام جمل الاحترام، يجب أن تستخدم عبارات فيها احترام لهذا الجهاز، واضح؟ إذا كما نقول وافقت الصواب جانبت الصواب وتقدم أدلة الإطار تعتمد على الثلاثي المتحكم، ما هو الثلاثي المتحكم في الدراسات القانونية؟ التشريع، الفقه، القضاء، واضح؟ حينما تصل إلى الخاتمة وتكتبها هكذا بخاتمة، إما أنك
تؤكد على ما وصلت إليه المحكمة، وإما أنك تؤكد على فكرتك التي هي ضد ما وصلت إليه المحكمة. ولكن بطبيعة الحال هنا يمكن أن تقدم استنتاجات، ممكن أن تقدم مقترحات، ممكن أن تقول بأن كان على المحكمة أن تطبق هذه القاعدة القانونية، أو ممكن أن المحكمة يعني كان عليها أن تفسر هذه القاعدة القانونية بهذا التفسير وفقا لما ذهب إليه الفقه، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي. واضح؟ ممكن؟ ممكن كذلك أن تنتقد النص القانوني بحد ذاته. يجب أن أفهم بأن صلاة قضاة يجب هنا مشرحة على مستوى بعض القواعد القانونية تكون فيها غموض، يجتنبها غموض. ذلك اللبس أو ذلك الغموض على مستوى النص القانوني. أكسبي لي هذا.